Bienvenue sur notre site minasoft48.com. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني أخواتي متابعي موقع مينسوفت للبرمجة في هذا الدرس الجديد من سلسلة دروس SQL Server 2014 الدرس رقم 20. إذن في هذا الدرس سنرى الثلاث عمليات المهمة على قاعدة البيانات أو على جداول قاعدة البيانات. كنا رأينا في حصة سابقة لما وضعنا عملية إنشاء بروسيدير أو ستورد بروسيدير، قمنا بعملية إنسرت، قمنا بعملية إنسرت فقط لنريكم كيفية إنشاء ستورد بروسيدير، والتي سنقوم بعدها بإنشاء ستورد بروسيدير خاصة بالأبديت وستورد بروسيدير خاصة بالدليت. الثلاث عمليات التي هي من الممكن أن نضعها على SQL Server هي Insert, Delete و Update. Insert, Delete و Update. Insert تعطينا المجال كما نعلم جميعا، Insert تعطينا المجال لإضافة معطيات أو بيانات لحقول جداول قاعدة البيانات في SQL Server. أما delete فإنها تمكننا من يعني مسح أو يعني حذف لبيانات جداول قاعدة البيانات الموجودة على مستوى السجلات في الجداول، وupdate تمكننا من عمليات التعديل على تمكننا من عمليات التعديل على بيانات جداول سجلات قاعدة البيانات. إذن درسنا اليوم هو عن قلنا الانسرت والابديت والدليت في قاعدة البيانات. إذن الصيغة الخاصة بعملية دليت، نبدأ بدليت، عملية الحذف تكون كالتالي: الكلمة المحجوزة الخاصة بالبرنامج هي كلمة delete، إما نكتبها capital letter أو هكذا، و from كذلك تتبعها from، مثل select from، delete from كذلك delete تتبعها كلمة from، واسم الجدول. هذا طبعا بعد أن نقوم بعملية use لقاعدة البيانات التي نريد العمل عليها. إذا قمنا بكتابة delete from واسم الجدول، فإنه سيقوم بحذف كل المعطيات والبيانات الموجودة في الجدول الذي اخترناه. مثلا نختار جدول من هنا، من مثلا نختار الجدول مثلا أوراج، ونقول له مثلا هنا أوراج، نأتي بهذه نضعها هنا داخل ال إذن هنا أصبحت العملية جاهزة، فإنه delete from أوراج يعني سيقوم بمحو جميع المعطيات من داخل الجدول أوراج. هنا وإذا قمنا بعملية التنفيذ فسيقوم بعملية حذف كل. إذن تعتبر هذه العملية يعني عملية صعبة وخطيرة جدا، لأن ربما تكون عدم انتباه من المستعملين ل قاعدة البيانات فيقوم بتلقائية حذف جميع البيانات الموجودة هنا، وما أصعب إعادة ملء قاعدة البيانات من جديد، إما عن طريق البرنامج أو عن طريق البرنامج SQL Server في حد ذاته.
لذلك يجب علينا استعمال الشروط الخاصة بالـ SQL Server لتحديد الحقول التي أو المعطيات التي نريد محوها أو حذفها من الجدول. مثلا هنا نأتي إلى نأخذ نمحي هذه نقول له يوز بيبليوتيك ونأتي إلى هنا ونقول له delete from الجدول author where باستعمال العبارة where مثل استعملناها في select نستعمل where الحقل اسم الاوتر و يساوي وبين عارضتين نكتب له محمد ثم النقطة الفاصلة. إذن هنا ماذا سيفعل؟ سيقوم بالبحث عن كلمة محمد داخل جدول داخل حقل الاسم الاوتر يعني اسم الكاتب في جدول اوتر و يقوم لها بعملية حذف لجميع هذه الأسماء. إذن إذا قمنا بالتنفيذ أكيد أنه سيقوم بعملية محو بعملية حذف لجميع الأسماء التي هي محمد. إذن بعدما رأينا delete سنرى الابديت سنرى الابديت. الابديت قلنا هي عملية تعديل على حقول جداول قاعدة البيانات. عملية تعديل على حقول جداول قاعدة البيانات تكون صيغة كالتالي هي الصيغة هذه ولكن باستعمال set باستعمال العبارة set وهي عبارة كذلك محجوزة بالنسبة لبرنامج الـ SQL Server هي العبارة set update طيب name نعطيه اسم مثلا author نأتي إلى هنا نقول له author سيأتينا بالجدول set filed one filed 1 filed 1 داخل الجدول author مثلا برينو author برينو author مثلا نأتي باسم ال filed 1 نأتي باسم هذا ونقول له هكذا إذن new رينو اوتر باليو وكذلك مثلا الحقل المتعلق بلقب نضع هنا هي ليست هذه هي العبارة ولكن فقط لنريكم انه يجب تبديل العبارة الأولى بالعبارة الثانية يعني عبارة الحقل بعبارة أو بعبارة المعلومة الموجودة في الحقل بالعبارة الجديدة يعني هنا بالعبارة الجديدة وهنا يمكننا أن نقف عند هذا الحد يمكننا أن نقف عند هذا الحد أو باستعمال الشروط where condition يعني باستعمال الشروط سنأخذ مثال على ذلك. إذا نأخذ هذا المثال update مثلا author set preno author يساوي أمين ونو author يساوي زاوي و نقوم ب هنا عملية حذف للكونديشن. هنا عندما قمنا بعملية حذف للكونديشن
فإنه في الجدول update author set يعني في الجدول author سيقوم به تغيير جميع الأسماء والألقاب الخاصة بالكتاب الموجودة داخل الجدول إلى الاسم الكاتب أمين ولقب الكاتب زاوي. لذلك وجب علينا عمل condition. ما هي هذه الكونديشن؟ هي أننا نحدد الاسم، يعني نحدد الاسم where، ها الاسم واللقب where هذه مثلا نقول له في الجدول لدينا هنا مثلا مولود معمري، ها أينما وجد مولود معمري مثلا يعوضه بأمين زاوي، وبالتالي تصبح كالتالي where هذه هنا مولود، نأخذ مولود كوبي نضعها هنا و هنا نقول له عمري هكذا where prénom auteur nom auteur prénom auteur nom auteur يساوي إلى مولود و prénom auteur يساوي إلى مولود و nom auteur يساوي إلى معمري. إذن هنا سيقوم بعملية عملية update نقوم بنزع هذه صيغة مهمة جدا، إذن نقوم ب هنا توجد error في syntax وجب علينا عمل ماذا؟ عمل أند. وبالتالي الكود صحيح execute. إذن when rows affected، when rows affected نعمل refresh للداتابيز. table وكذلك هنا نقوم بفتح الأوتر edit نلاحظ أنه غير مولود معمري بأمين زاوي. إذن كما تلاحظون هنا استعملنا كذلك الآن الآن تبقت لنا عملية واحدة فقط وهي عملية الانسيرت يعني الإضافة الإضافة. إذن تأخذ تعليمة الانسيرت تو الانسيرت انتو يعني الانسيرت تتبعها كلمة انتو وهي كلمة محجوزة بالنسبة للبرنامج الصيغة التالية قلنا انسيرت انتو table name يعني الاسم و values value 1 value 2 value 3 إلى آخره من القيم حسب الترتيب في الجدول يعني حسب الترتيب في الجدول بالنسبة للحقول بالنسبة للحقول ويأخذ value 1 value 2 value 3 مثلا لدينا ID أو لدينا ميم انفونتر مثلا للكتاب اسم الكتاب اسم مؤلف إلى آخره. المهم يرتبها هكذا ويضيفها. هناك طريقة ثانية للإضافة بصيغة
مختلفة نوعا ما، وهي صيغة نحدد بها الحقول، نحدد بها الحقول التي سوف نضيف لها الـ values يعني القيم. إذن هي الصيغة البديلة insert into table name. الصيغة الثانية نحدد الحقول، إذن نحدد الحقول insert into table name filed واحد اثنين ثلاثة إلى آخره، values value 1 value 2 إلى آخره. كل حقل يأخذ القيمة، مثلا filed 1 يأخذ القيمة 1 أو value 1. إذن هذه هي العملية، قلنا insert into، نستطيع أن نضيف حقول إلى، نضيف معلومات إلى الحقول وهو يأخذها بالترتيب، شرط أن نعطيه الحقول مرتبة. أو insert into table name نحدد له الحقول، نحدد له الحقول. إذن في الدرس القادم سنأخذ مثال على ذلك. كان هذا درس اليوم عن الانسيرت والابديت والدليت. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.